للسباحة متعة كبيرة تبلغ ذروتها في أشهر الصيف، وذلك لاعتبارات كثيرة أهمها ارتفاع حرارة الجو، الأمر الذي يدفع الأشخاص إلى الارتماء في أحضان البحر أو برك السباحة بهدف تخفيف الحرارة. نعم، ولا أن عيد الأضحى لهذا العام تزامن مع بدء فصل الصيف، فقد اتجهت الكثير من العوائل إلى برك السباحة، والتي باتت الخيار الرئيسي لتكون إجازة العيد متميزة وممتعة ومليئة بالأجواء العائلية السعيدة. مع حرارة أجواء العيد ودفء العائلة، جاءت فكرة استئجار برك السباحة في أيام العيد لتلطيف حرارة الجو بالمياه الباردة، لتقضي فيها الأسر في البحرين أوقاتا ممتعة ومسلية بعيدا عن صخب الحياة والروتين اليومي. فهذه البرك تشكل متعة كبيرة للصغار والكبار، فكثير من الأسر تصطحب أبنائها الصغار إلى هذه المرافق لإكسابهم المزيد من الحيوية والنشاط والأجواء المختلفة في أيام العيد. بحكم أن يعني الجو الحار صاير المتنفس عندنا حين مجال أن حق البرك السباحة، برك السباحة صايرة أن هي تشمل يعني أن الشبابية ممكن تكون عائلية، متنافس حق الناس يقدرون يجون يعني جروبات مجموعات بنات عائلات ممكن أنهم يستانسون، والناس قاعدين يتوجهون حق برك السباحة لأن هي أجواء ممتعة ومتنافس حلو، وأن حق جامعة كعائلات كشباب. حبيت أكسر الروتين ويا البيت عقب قاد العيد والقعدة واللمة، جيت هالبرج هالحلوة، الصالة ما شاء الله قعدته حلوة وغرفة النوم والعيال مستانسين وروتيننا ياياتنا ذي البرج كان وايد حلو. أجواء حماسية وضيافة متنوعة تتناسب مع أجواء الصيف الحارة، يتم تقديمها بأسلوب مشوق وجذاب لتمنح أفراد العائلة سعادة وشعورا بالانتعاش والمتعة. ففي مثل هذه الأيام تكون درجة حرارة المياه مائلة إلى البرودة، ما يجعلها مطلوبة ومفضلة عند الكثير في أيام الصيف والذي يتزامن مع أيام العيد. حبينا نغير أنا ورفيجاتي إن برتشة عشان نغير جو، صدق حسينا بأجواء خيالية يعني مستانسين شيء روعة. حبينا إن نكسر روتين بحيث إن نحجز برتشة ويا الشباب بعيدا عن المجمعات والروتين نفسه، فهذه يعتبر جو جديد لنا خصوصا مع الصيف والحار، فبيكون لنا جو خاص إن شاء الله ويا الشباب اليوم. أحنا بالعيد يبونا برتشة واستانسنا. برك السباحة سجلت في أيام العيد إقبالا كبيرا من قبل محبي هذه الأجواء، فأطلق الكبار والصغار العنان لبهجتهم وضحكاتهم وهم يمارسون بعض الألعاب المائية في تلك الأحواض التي بددت حرارة الطقس، وقضوا أوقاتا من المرح والفرح في أيام عيد الأضحى المبارك. أجواء العيد الحارة تلطفها برودة المياه النقية في برك السباحة بمرافقها المتميزة، فأهالي البحرين صنعوا لهم أجواء خاصة جمعت بين المتعة والترفيه ولمة الأحبة وسط أجواء حماسية جميلة ومفرحة، لتترك بداخلهم ذكرى جميلة لا تنسى في أيام العيد. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.